بسم الله يا ابن الروح القدس اله واحد امين. حللني ابي تحل لنا نعمته ودوم فينا بركته من الان والابد امين. النهارده يوم جميل خالص للكنيسه احتفالها بعيد استشهاد القديس العظيم مريمينا. ويمكن كتير مننا قوي يعني يعرف مريمينا وبيحب مريمينا قوي، ومن اكتر الاديره اللي بنحب نروح نزورها دير مريمينا. ولكن تعالوا كده نمر سريعا كده على حياة مريمينا، نتعلم منه ثلاث حاجات صغيرين بنقولهم في التمجيد اللي احنا صليناه دلوقتي لمريمينا. مين الاول هو مريمينا؟ ها لما نسال اي واحد نقول له مين مريمينا هيقول لنا ايه؟ شهيد، ها شهيد عظيم. ايوه يعني عارفين حاجه عن حياته، كل احنا فاكرينه القصه بتاعت مامته لما جت ايه قدام سوره العذراء في كنيسه العذراء فين في اتريب، وقف تصلي بدموع عشان خاطر ان ربنا يديها نسل. يعني معنى كده ان هو كان ايه؟ كان من ابوين عاقرين ما كانوش بيخلفوا. وقبلها في التمجيد نقول كده هو اصله من بيت امراء، مش كده؟ يعني كان انسان عايش في بيت امراء. تخيلوا انسان عايش في بيت غني، مش بيت انسان غني، لا ده بيت امير. يعني والده ده كان انسان غني جدا. فبالتالي الإنسان اللي يعيش في هذا الوسط من الطبيعة أنه يطلع إنسان إيه؟ بلغتنا الحالية يعني متدلع، مش كده؟ لكن الحقيقة مريمينا ما طلعش كده. ليه؟ وتخيلوا إنسان كمان جه بعد فترة من الزمن من أب وأم عاقر. من الطبيعة برضو اللي بيحصل إيه؟ لما يجي ولد وحيد بعد عمر فتلاقوا الولد ده متدلع وبزيادة، سواء كان غني بقى أو مش غني الأب أو الأم. لكن الحقيقة على العكس، لأن الأب والأم كانوا تقيين جدا فطلعوا ابنهم في مخافة ومحبة ربنا. عرفنا ده منين الحقيقة؟ عرفنا دون لأن هو عنده 11 سنة أبوه راح السماء، وبعدها بثلاث سنين يعني بقى عنده 14 سنة والدته كمان راحت السماء. طب هو عمل إيه؟ ده سابوله ثروة طائلة جدا. أول حاجة فكر فيها ازاي زي ما انا كنت عايش اعيش، لو دلوقتي معايا فرصه للتحكم اكتر في الميراث بتاعي بقى والاموال اللي عندي، اول حاجه فكر فيها ايه؟ يساعد بزياده الناس اللي محتاجه. ليه؟ لانه اتعود على كده. وهكذا الانسان اللي يتعود على شيء من صغره، وهي دي بقى التجاره العظيمه اللي يقول عنها معلمنا بولس، اما القناعه مع التقوى فهي تجاره عظيمه. ده المبدا اللي سلموه لابنهم مريمينا او مينا يعني عشان خاطر يتعلم كده، يبدأ يدي. ده اللي وصله في الآخر للاستشهاد زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. أول حاجة جت في زهر الناس اللي يعرفوه، أحد المعارف ليه، أحد قادة الجيش، قال له تعالى أدخل الجيش وأنا هاخدك عندي في منصب كويس وتكون مساعد ليا، فبالتالي مش هتتعب زي أي حد يعني في الجيش. فوافق، قال حاضر. من عادته إن هو إيه؟ يسمع كلام، ولد مطيع يعني. ده طبعًا في سن إيه؟ في سن مش سن يعني صغير، ده سن مراهقة، مش كده؟ وفعلا دخل الجيش وقعد في الجيش نقول حوالي كام؟ كان عنده حوالي 15 سنة تقريبا. قعد فترة هناك، وتخيلوا بقى اللي هو عايش بيه فضل بيه بغض النظر عن الوسط اللي هو موجود فيه. مش فارقة معاه إذا كان قائد وتحتيه عساكر، مش هتفرق، لأنه اتعود على إيه؟ على المحبة، إن هو يهتم باللي حواليه ويدي. هكذا ما نزرعه من الصغر يطلع في حياة أولادنا مهما حدث في حياتهم، مهما تعرضوا لأي شيء في حياتهم. عشان كده الوسط اللي كان موجود فيه وسط مش سهل، وسط العسكري والسلطة والكلام ده كله، ده وسط مش سهل. لكن يقدر الإنسان التقي أو الإنسان الكويس القريب من ربنا يعيش في أي وسط يكون موجود فيه، يعيش في أي وسط هو موجود فيه. فاكر الحقيقة إنسان كان معايا صديق ليا في الجيش لما دخلنا يعني، وكان الإنسان ده داخل وهو عنده 30 سنة إلا شهر. تعرفين 30 سنة ما يخشش، فهو توقع لما يقدم إن هو هياخد رفض، لكن لأجل تدبير ربنا يعني قبلوه. فكان صعب عليه قوي، وهو كان عائل بيته يعني، أخوه كان صغير شوية وبعدين كان هو عائل البيت بتاعه. فكان يعني ما يجي له أمر عسكري من إنسان أصغر منه سناً ب15 سنة يعني ولا حاجة زي كده، كان بتبقى صعبة قوي عليه. لكن لأنه إنسان روحي حلو وتقي فعلاً كان يقبل هذا الأمر
بفرح وكان بشوش جدا. حتى ان فاكر مره من المرات واحنا قاعدين كده في نهايه يوم التدريب يعني في المركز التدريب بتاعنا، فواحد قال له يا فلان انت انسان حلو قوي، ما فاكش غير حاجه واحده بس يعني هي اللي تعيبك يعني، كلكم عارفين يعني. فقال له حقيقي حبيبي عشان انا مسيحي انت شايفني كده. قال له عارف لو انت لو انا مش انسان مسيحي هتشوفني زي اي حد انت شايفه، فالصوره اللي باينه فيا هي صوره مين؟ صوره المسيح. المرايه اللي طالعه قدام الناس هي صوره المسيح. ففي اي وسط الانسان يكون شاهد للمسيح، في اي وسط الانسان التقي يشهد للمسيح. عشان كده اول لما جه بقى اختيار صعب يبقى مرسوم من الاداره العليا يعني دقلديانوس ماكسيميانوس ان المنشور الرسمي لعباده الدوله هو السجود للاوثان، وكل واحد لازم يقدم قرابين للاوثان. طب ده اختيار صعب، اسيب بقى السلطه، اسيب المكان اللي انا فيه، اسيب اموري كلها. الحقيقه كان الاختيار صعب لكل الناس، ولكن بالنسبه لمينا او القديس مريمينا كان الاختيار سهل، لانه اتعود من صغر ان هو يسيب مش ياخد، بدل انه كان بيدي للناس المحتاجه. فاللي يتعود ان هو يسيب ما يتعبش ابدا، يعرف يعيش في اي وقت في اي عصر في اي ظروف، لانه متعود انه ايه مش ماسك في الحاجه اللي معاه، مش هتفرق معاه حاجه. كانت النتيجة بالعكس إيجابية جدا لقديس مريمينا، إن هو عمل إيه؟ ترك الجندية، ساب كل ده، والفلوس اللي كانت فاضلة عنده وزعها كلها تجرد تام وتجرد كامل، ودخل يعيش في الصحراء. دخل يعيش في الصحراء. وقعد في الصحراء دي خلوة مع ربنا حوالي 5 سنين. بعد كده ربنا لقى هذا القلب يصلح إن هو إيه؟ يتمتع بالسماء، يقول له كفاية كده. رب ده صغير ده حوالي 23 سنة تقريبا يعني. ربنا يقول لا هو خلاص أكمل أتعابه أو جهاده يعني. فربنا بعت له صوت قال له انزل لساحة الاستشهاد وقدم نفسك. ساعتها دون أن يتردد، خلي بالنا احنا مريمينا دخل للصحراء فين؟ في نهاية القرن الثالث مش كده؟ يعني مولود 290 أو 200 أواخر الثمانينتين حاجة وثمانين، في الأواخر في بداية عصر دقلديانوس بتاع الاستشهاد او بدايه المرسوم بتاع الاستشهاد بتاع دقلديانوس. يعني كان قبل الانبا انطونيوس وقبل القديس ابو مقار وقبل ما يكون في رهبنه. فدخل مريمينا وعاش بهذه الحياه حتى قبل ما يكون في رهبنه، قبل ما يكون في رهبنه منظمه بهذا الشكل. والانبا بخوميس كل الاباء الرهبنه العظام دول كانوا بعد كده بعد عصر الاستشهاد. ده يبين قد ايه الانسان اللي عنده محبه لربنا فياضه لا تقف عند حد. مين اللي قال له يخش يعبد ربنا في الصحراء؟ كان في بعض الناس يسكنوا في بعض المغير، لكن ما كانش في شكل عام لربنا يعني. ساعتها نزل وقبل هذا الصوت، وطبعا راح يقدم نفسه. وصدها بقى زي ما احنا عارفين سلسله العذابات الموجوده بتاع كل الشهداء، انه يغريه بمال، يغريه بسلطان، يغريه بسلطه. طبعا الكلام ده كله كان كلام بالنسبه لمينا ايه؟ كلام فارغ يعني، هو متعود اساسا يسيب. فما يغريه بسلطان او بفلوس او بمال او باي شيء ما يعني متعود يسيب. زي الانبا انطونيوس. الانبا انطونيوس كان عنده فدادين من اجود الفدادين في بني سويف، اللي هي تعمل بقى اصفار كتير قوي في هذا الزمان يعني. لما ساب كل ده وجي بعد كده الشيطان ينصر قدامه المال والذهب على الرمل، فهيبتسم يعني، طب ما لك انا عندي هتفرق ايه يعني. لكن اللي اتعود يسيب دايما يعرف ان هو ما تفرقش معاه اي ضغوطات، اي حروب واي ضغوطات ما تفرقش ابدا مع هذا الانسان. عشان كده اختم معاكم بثلاث كلمات صغيرين نقولهم في مديح القديس مريمينا. نقوله نلت ثلاثة أكاليل مش كده؟ تمجيد مريمينا أعتقد محفوظ يعني لأغلبنا مش كده؟ من غير ما نطلعه على الشاشة. إيه الثلاث أكاليل دول؟ واحد للشهادة، واحد للبتولية، وأما الثالث لأجل انفرادك في البرية مش كده؟ إيه الثلاث أكاليل بقى اللي نالهم القديس مريمينا؟ واحد للشهادة. طب إحنا نقدر نعمل زي مريمينا؟ طب ما فيش عصر استشهاد يعني. في شهادة إن الواحد يشهد للمسيح قدام الخطية. شهادة يعني نبعد عن الخطية. وأفتكر في حاجات بتبقى واضحة جدا في حياتنا. في ساعات حاجات تبقى طبع معين غالب الإنسان قوي. واحد للشهادة. يعني إيه كليل الشهادة؟ يعني الواحد يقدر إن هو يترك شيء بيحبه
لأجل المسيح. وتلاحظوا كأننا عادة دايما يعني يجي عيد مريمين قبل الإيه؟ قبل الصوم. برافو عليكم. فمبدأ الصوم هو مبدأ إيه؟ مبدأ الترك. أسيب، عاوز أسيب حاجة يا رب. اللي يتعود يسيب حاجة كأنه دخل في جهاد مع نفسه ضد حتة الاستشهاد. زي ما جه مرة واحد من الآباء قال له أبوه الروحي، قال له أشتهي الاستشهاد ولكن لا يوجد عصر استشهاد الآن. ساعتها قال له إيه؟ قال له القول الشهير، قال له إن كان لك قلب شهيد أو نفسية شهيد تحسب أمام الله شهيد. سامحوني، ساعات الواحد بيتأثر بأتفه الحاجات في الصوم، يقول لك ما جاتش من الحتة دي يعني. لسه كنت بكلم مع شاب من الشباب يعني، قول يا ابونا معلش كان في يوم جمعة كده وعندي خرجة مع أصحابي وكلت يعني. قلت له أنت متعود تصوم أربع جمعة؟ قال لي آه طبعا، ما فيش مرة بفوت يعني. قلت له طب اشمعنى المرة دي يعني؟ فقال لي فكرة غريبة قوي، قال لي يعني ربنا تفرق معاه المرة دي؟ ما في مرات كتيرة يعني، وربنا هيحاسبني على المرة دي بالذات. هي قصة مش كده؟ قصة إيه؟ إن أنت بدأت تخضع، بدأت تفوت حتة، بدأت إيه؟ تسيب مبدأ الترك وتهتم بحاجة بتحبها أكتر من إن أنت تسيبها. شوفوا إزاي؟ ودي منورات الشيطان دايماً. الإنسان اللي عاوز يسيب يديله كتير قوي عشان يعمل إيه؟ يشده، يجذبه تاني للأرض. فبالتاني الإنسان اللي يتعود يسيب ده يعرف يبص للسماء، يشوف الدنيا بتصغر مش بتكبر في عينه. واحد للشهادة والتاني للبتولية. طب نعيشها إزاي؟ واحد متزوج وعنده أولاد وعنده أحفاد، يقول له طب البتولية يا رب نعيشها إزاي؟ نقول له على الأقل تسلك بطهارة، طهارة قلب، طهارة فكرة، طهارة عين، طهارة نظر، طهارة كلمة، تهرب دايما باستمرار. زي ما القديس اندريانس يقول النفس النقية ترى الله في كل نفس أخرى، يعني كل واحد حواليا شايف في صورة ربنا، فبالتالي ما أقدرش أدينه. هكذا الإنسان اللي عنده طهارة، هكذا الإنسان اللي عنده طهارة. واحد تاني من الآباء يقول إن تبتل الجسد هو نصيب القليلون، قليلين اللي بيعيشوا في بتولية الجسد، أما تبتل القلب فهو واجب الجميع. القلب البتول ده مسؤولية على الكل، واجب للجميع أن القلب يعيش بتول لربنا، لأن القلب تكرس يوم الدهن بزيت الميلون. أما الثالث لأجل إيه؟ انفرادك في البرية. يعني إيه انفرادك في البرية؟ مريمين ساب الدنيا وقال عايز أقعد مع ربنا شوية، تلو خمس سنين شوية دول. إحنا على الأقل مش هنقولها خمس سنين، هنقول لرب نفسي في اليوم أطلع معك بحاجة، خمس دقايق، عشر دقايق، نفسي في الأسبوع أطلع معك بيوم، بربع يوم، بنص يوم، أي حاجة. نفسي في الصوم اللي جاي ده أطلع معك بأي حاجة فيه. انفرادك في البرية، الانفراد وقت الخلوة والحياة مع ربنا. يمكن الثلاثة دول إذا فكرنا فيهم أنا وحضراتكم نقدر نحن نتشبه شوية بهؤلاء القديسين وننظر إلى نهاية سيرتهم وإيه ونتمثل بإيمانهم وحياتهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.